المميزة. سيد والي ولاية جلفة المحترم، لأول مرة تنظم هذه الأيام خارج الجزائر العاصمة، والهدف من هذا هو أيضا تشجيع الحركة المسرحية في الجزائر وفي مختلف ربوع الوطن. وكانت تم اختيار ولاية الجلفة باعتبارها هي الولاية الأقرب للجنوب الجزائري، وكذلك توفرها على المسرح الجهوي. هذه الأيام التي ستشارك فيها مجموعة من فرق المسرحية القادمة من أضرار، من بشار، من تندوف، وكذلك من ورقلة، إضافة إلى بعض الضيوف سواء من الجنوب الجزائري أو من مختلف مناطق الوطن.